المهم قال واضرب لهم مثلا أصحاب القرية دي. إذ جاءها المرسلون، شوف مدينة الله رسل لها رسل، وهذا من رحمة الله، الله برسل الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد شنو؟ بعد الرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. تخيل ديل مو جون علماء ولا طلاب علم ولا دعاة، جون اثنين، الاثنين ديل أو الاثنان ديل جاون جبريل من السماء، ناس مش أولياء ساي، ناس أنبياء عديل ورسل، جاون جبريل من السماء بالوحي، والله اختارهم واصطفاهم، وأي رسول من الرسل بليغ يعني مؤثر، وأي رسول من الرسل مخلص لله تعالى، ناحية بلاغة مؤثر في الظاهر، ومن ناحية إخلاص في الباطن مخلص لله تعالى، ومن ناحية السيرة دائما الرسل سيرتهم طيبة. هسي ممكن تلقى لك داعية يكون عمره جد فنان وماسك الساون، بعد سنتين 10 سنة في الغنى الله يتوب عليه يبقى داعية إلى الله، مما يجي يتكلم يقول لك أها جيتنا هاي، وانت قبل يومين الساون شغال جابك لنا. الرسل ديل جد قاموا سيرتهم كويسة، ما في أي كلام. يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. بعدين قال إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، كذبوا شنو؟ الرسولين، اعترضوا ومانعوا الحق وأبوا الحق وكذبوا الحق. فعززنا بثالث، عززنا أيدنا الرسولين برسول ثالث، فقالوا إنا إليكم مرسلون. الثلاثة لغرية واحدة لمدينة واحدة قالون إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. شوف النازل زمان من زمان ولاسي الواحد بحاول يزوغ من الحق، يعني إن جابوا لهم ملائكة يقولوا لا ديل عندهم أجنحة ما بنقدر نقتدي بهم ونحن ما عندنا أجنحة، جابوا لهم بشر قالوا لا لا لا، معقول الله يرسل بشر؟ بشر هاي بيرسل بشر. قالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل شنو؟ الرحمن. يعني الناس عارفين الرحمن عارفينه، لكن ما دارجوا عديل، عندهم لخبطات بيتخذوها. وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. نحن نبلغ، والبلاغ المبين البلاغ الواضح المفصل، كتاب فصلت آياته واضح مبين. قالوا إنا تطيرنا بكم، تطيرنا يعني تشاءمنا، واسد حال الدعاة إلى الله تعالى، الناس بتشاءموا بهم مما يشوفوك كذب، يعني فنان في الغرية شغال غنية ولا في الفريق سكتو ساي، مما يشوف الداعية ولا يشوف له 5 6 يقول لك أها ناس داعش جو، لا نحن ما داعش. شيخ مزمن ده كنا في منطقة اسمها الشبارقة، بيقبلوا الدعوة فيهم خير، الله يدخلهم الجنة جد ويتوب على المعاندين فيهم. الناس ذيل اتصل به واحد أظنه من نيجيريا، اتصل به وقال له اسمع انت والله بعد شوية بتكفرونا وبتكتلونا وتبقوا لنا زي ناس بوكو حرام، بوكو حرام وفلان ده واحد هناك تكفير. قال له يا أخ لا يا أخ نحن ما بدأنا تكفير، ديلك التكفيرين هن وكذي. وقال الفوزان بس قال له تبدو لنا، قال الفوزان وقال ابن تيمية بعد شوية مرقونا، يا زول ناس الفوزان وابن تيمية ديل بيقولوا ما تكفروا، والدواعش ديلك ينموا فينا نحن بيطبحونا أول ناس، لك انتوا مميعين الشغلة شغالين توحيد ولا ما تمشوا تكسروا نحن لم نكسر، نحن بكسرونا مرات، ادونا عكاز ناكلوا في الله ساي، ادونا كف ناكلوا في الله، بيت حق الله يتسلطوا عليه ناس يسووا فيه ورقة ناكل ساي، بس مساكين ونجي نتلمى نقول الله واحد،
تحصل العكة والمشاكل ولا وواوا إلى آخره. فطوالي بيطيروا بك بمجرد ما تقول الله واحد. أنا أقول لك ها ناس المشاكل جو. يا أخي أنا مرة مشيت مسجد اتكلمت في المنبر قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نبست لا شتمت وما بنبس أصلا، ضحك. بعدين لما انتهيت واحد قال لي بتهابشنا مالك؟ قلت له يا أخي أنا ما قاعد أهابشكم، أنا ما قاعد أهابشكم، أنا بس جبت لي آيات وحديث. قال لي الآيات اللي بتهابشنا دي ما تجيبها. أسد عليك الله ما تزول عاقل يا ناس، آيات تهبشك لما تتوب إلى الله تعالى، ما اتبع النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك بيطيروا بك بيتشاءموا بك. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا، والله ما توقفوا من الموضوع ده، لنرجمنكم. ودي قالوا علي إبراهيم عليه السلام برضو، لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. الرسل ردوا عليهم قالوا طائركم معكم. شفت سبب الشؤم انتو، وانتو سبب الشر. مش الرسل بتشاءموا حاشا لله، لكن انتو سبب الشر، لانه سبب الشر يا ناس الشرك بالله تعالى. ما ممكن يعني لله المثل الاعلى، ده مسجد زول يبني والسقف والمراوح ويجيبه والفرش وجيه تمام والحمامات والمواسير واللخبطة ومواسير جوا ومواسير برا ومواسير لخبطة جوا. أها زول بنى المسجد ده شت، أجي أنا أتسلط عليه أقول له بنيت المسجد أمرك برا، نحن هم نشكرك أنت وما دار شكر، لكن المسجد ده جزى الله خيرا، فلان ده ما قصر وكل صاحب المسجد بيرضى ما بيرضى، حتى لو مخلص لله أنت ما تشكر لك زول تاني. الله قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. ما ممكن الله يبني السماوات والأرض ويتحيل الأرض والجبال والأنهار ويرسل الرسل وينعم على البشر وبعد ده الناس تعتقد في غيره بيغضب عليه، بيغضب سبحانه وتعالى. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، لكن قال ولا يرضى لعباده شنو الكفر وإن تشكروا يرضوا لكم. أنا ماذا أشتت الكلام والزمن كذي. بعدين قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، يا أخي احنا بنتكلم معاكم ساي كلام ظريف وكذي، أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، أنتم متجاوزون للحد. شوف النقاش بين الرسل وبين أهل المدينة دي والقرية. في نص النقاش قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. الزول ده يا ناس عنده موضوع مهم، ما جاء خطوة واحدة وخطوة لورا وفي مشاكل ما بداعي نخش في الموضوع ده وإلى آخره، حق المواصلات ما ومشاكل ثقيلة نسأل الله الرحمة. لا ده قال لك وجاء من أقصى المدينة، والأقصى الشيء البعيد. الزول ده يا ناس ما ساكن في النص، في النص في الغالب بيكونوا ناس مرتاحين ومرطبين وكذي، ده ساكن في العشوائي والأحيازة في غادي ما في كهرباء ولا موية، محلات بعيدة جدا. قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. يا ناس قال لهم تابعوا الرسل، ده الرسل، واداهم ستة جمل، ست جمل. الله بالجمل الستة دي جابوا في القرآن وما كذي، بس كذا اسمع نهاية القصة دي. يا قوم اتبعوا المرسلين، مش قال لهم تابعوني أنا واسي، نحن بنقول كذي. جزا الله خير عمنا ده في الكلمة دي، قال المسجد ده نحن ما دارين إنه أنصار سنة، نحن ذاته ما دارين إنه أنصار سنة، ولا أنصار سنة ولا صوفية ولا أخوان مسلمين، ابقى مسجد حق الله ومسلم بس. بعد الناس اللي بيجوا درسوا بيرجعوا، لما دي ما تقول مقصودة الشغلة دي بيجوا بعدين إن شاء الله يبقى هنا المسجد الدرس، لكن في النهاية الموضوع ده ما مقصود به ما يعني جامع وكذا، جامع ده الناس قاعدة فيه وما بزول بيتسلط عليه إلا أن يبتلي الله أقواما. لكن في النهاية الرجل ده جاء من أقصى المدينة، اتبعوا المرسلين، ما قال لهم تابعوني أنا، تابعوا الرسل. أها
اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وهاتان صفتان لا بد لكل داع إلى الله بحق ناجح أن يتصف بهاتين الصفتين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا، ما دار قروش أصل الداعي للحق ده بيجيك، ما دار قروش، لكن ما تلقاش إلا مخلايا، حاجات قوارير وحاجات مربطة وحاجات مفلفلة وعروق وكذا، ده يسألكم أجرا زاد بديك لا مجاني ولا بأجر، بأجر. لكن الداعية بحق ده من لا يسألكم أجرا براو بديك كذا دي. وهم مهتدون، ودي الصفة الثانية، لأنه في زول بيجي الجامع يتكلم وما دار قروش لكن يحمل منهج منحرف، دي خطرة برضو، ما دار قروش لكن عنده منهج منحرف. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. والزول ده وجه سؤالين عشان أنا أختم، الموضوع طويل. قال السؤال الأول، وأي زول يسأل نفسه السؤالين ديل ويجاوب بكل صدق وبكل حق وتجرد وإنصاف، ده الله بنجيه، والله الله بنجيه. السؤال الأول قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. دي ذاتها فيها فائدة. أزول الداعي إلى الله بيقول للناس: يا ناس أنا مالي ما أعمل كذي. أنت لما تقول له: أوي أنت ما تعمل كذي، يجير وذاته يقول لك: شفت ده جا قاصدنا من هناك. وده قال له: وما لي أنا، وما لي لا أعبد الذي فطرني، ده سؤال، وإليه ترجعون. ده جاب في الأولى وفي النهاية. في الأولى هو الفطرني، هو الخلقني، وفي النهاية برجع له. عشان كده هناك في سورة الروم: الله الذي خلقكم ثم رزقكم. شوف ده أربع أشياء خطيرة جدا. الله الذي الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. فيها ناس سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الله بيمتحنك بعدين بترجع له. ناس يا اخي تلقاه واقف في صف العيش وعيشتين وثلاثه، هو في الصف يدردم في السفه في المحل اللي ابتلى يعصي فيه الله، والله ابتلاك بالعيش ده عشان ترجع. تلقاه واقف منتظر المواصلات ومشغل غنى. وانا ما داير اشتت الكلام هنا، لكن في النهايه: وما لي لا اعبد الذي فطرني. الله خلقني باختصار، الخلقك كم؟ إن خلقوك ستة أعبد ستة، وإن خلقوك عشرة أعبد عشرة، وإن خلقك واحد وده الحاصل تعبد منه، تعبد واحد. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي قراءة الدور فعدلك في أي صورة ما شاء شنو ركبك. وده يلسي سوء لله المثل الأعلى. واحد تلقاه يصنع له عربية وتشتريها منه، بعد تشتريها منه يمشي تسوق العربية تاني برسل لك كل أسبوع ولا كل يوم حق البنزين، ما بيشتغل بيت صنعها وبيخليها زي انت تكب بنزين وتخسر ما بيجي بصلح عليك. الله ده خلق الزول وما خلى زي، خلقوا ورزلوا وأكلوا شربوا امرض يشفيه، جاهل يرسل له زول يعلمه بس، كيف الزول يشكر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله. السؤال الثاني والأخير، وده سؤال خطير جدا، قال: أتخذ من دونه آلهة. يا ناس قال له: أنا أخلي الله أترك الله واتخذ لي آلهة، ما للآلهة. إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. معقوله زول يخلي الله سبحانه وتعالى ويتمسك بغير الله؟ ولو الله سبحانه وتعالى اراد به ضرا اذا صح التعبير، ديل بيقدروا يحجزوا الله؟
ما بيقدروا يحجزوك. الله لو دار يضرك دين ما بيقدروا يحجزوك. الله قال للصحابة ولو تقول علينا، ده الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه شنو حاجزين. الله ده ما في شيء بيحجزه، ما في ما في سبحانه وتعالى. عشان كده انت تخلي الله تمسك. طيب لو زول خلى غير الله واعتقد في الله وغير الله دار يضره، الله بيحجزه ولا ما بيحجزه؟ بيقدر ولا ما بيقدر؟ بيقدر. عشان كده تمشي للقوي، عزيز الكريم الرحمن الرحيم الرؤوف التواب سبحانه وتعالى. قال أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. أبقى ضال وما فاهم شيء. إني آمنت بربكم فاسمعون، كلام واضح قدامكم. قال لهم تزعلوا تكورك وترضوا، إني آمنت بربكم فاسمعون، واضحة دعوة. لموا فيه وكتلوا، بعض المفسرين قال حتى خرجت أمعاؤه من دبره فاتصوا ضربوا دقوا الوهابي دقوا. في النهاية الزمن ذاك ما في وهابي، لا أسلا زمان دقوا في النهاية. تعرف سووا لشنو؟ قيل ادخل الجنة، قال يا زول خش الجنة، قتلوك في الموضوع ده خش الجنة. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي شنو يعلمون. والله الرجل ده وجو الله، في ناس كتار عملوا خير لكن اللي بيجيبوا في القرآن ده بكون نجيط مرة واحدة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الله أكرمني. الزول السعدي رحمه الله قال دعا قومه حيا وميتا، حي دعاه، مات كتلوه، ما قال يا الله دمرون، ما بيقبلوا الحق. قال يا ليت قومي يعلمون، دار لهم الخير بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الله ذاته أنعم عليه، قال وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. قال السعدي لحقارتهم ما بيستاهلوا، نزلوا لهم ملائكة، ملك واحد صيحة بس، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم شنو خامدون، دمروا تعبير. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فالناس تبقى زي الرجل ده، تبلغ دعوة الله وتنتشر، وإن شاء الله بعد التوحيد بعد ذلك الفقه تجي الصلاة تجي باقي العبادات إن شاء الله تعالى. نعتذر لعمنا ونعتذر لناس المسجد، وما في إن شاء الله تسلط ولا غير، والناس اللي بيجوا يصلوا وبيرجعوا. بارك الله فيكم جزاكم الله. ها آخر سؤال، آخر سؤال. إن شاء الله نجاوب عمنا ده عنده سؤال برضو عشان نختم بسؤالين. ها جزاك الله خير. طيب التمائم باختصار يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا إن نطول، قال في مسند أحمد وفي السلسلة الصحيحة من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه، ده الرسول يا ناس سيدنا كلنا ولا ما سيدنا صلى الله عليه وسلم، كلامه على العين والرأس. قال من علق تميمة فقد أشرك. تميمة في اللغة نكرة، في سياق الشرط تفيد العموم، سماها تميمة. ابن عثيمين رحمه الله قال لأنهم كانوا يعتقدون أن بها يتم دفع العين والشر، لبسوها في الطفل 9 شهور الله حافظه في بطن أمه، تركب المواصلات تقع من البمبر الله حافظه جوا، بعد ذاك شنو بعد يمرقوا بدل يقول الحمد لله الله رزقنا الولد ده، وزي ما حفظه في الضيقة برضه بيحفظه في شنو في الوازعة، تلقاهم يعلقوا له حاجة. لا أنا ما أعلق شيء، تجعل عقيدتك في الله صحيحة. الناس في ناس عمرهم 90 سنة ولا علقوا أي شيء والله حافظه، وهذا من الشرك بالله تعالى. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.